الفنان غالب جواد من هو؟ وين انولد؟ وش قد عمره؟ شلون اختاروه بمسلسل عالم الست وهيبة؟ شنو الفترة اللي بسببها وصل للموت؟ هل هو متزوج وعنده أطفال أم لا؟ حضر كوب الشاي وتعال احكي لك. بعمر 12 سنة بعيد الأضحى كان المفروض يطلع مع جده وأخوه وخواله، بس هم قعدوا ساعة 6 الصبح تركوه وراحوا. قعد وراهم بسرعة، لقاهم رايحين وتاركي. راح وسرق سويت سيارة أبوه اللي ميتسوبيشي موديل 82، راح بمنطقة فارغة وظل يسوق السيارة وتعلم السياقة. رجع للبيت وما حد حس بيه، رجع السيارة بمكانها، وهنا نعرف انه غالب جواد كان مشاكس من طفولته. غالب جواد انولد ببغداد سنة 74 وهو من برج الجوزاء، درس بمعهد الفنون الجميلة، وبسنة 95 كان يتمرن بمسرحية اسمها التوت، وكان واحد من أصدقائه يحكي عن مسلسل اسمه عالم الست وهيبة. غالب سمع وقال له شلون أدخل بهذا الموضوع؟ جاوبه صديقه أعرف فارس طعمة والموضوع يم شركة عشتار والمخرج فاروق القيسي. قال له غالب أروح؟ جاوبه صديقه وقال له كل طلاب المعهد مقدمين وهم يردون مواصفات واحد أبيضاني وأشقراني صغير وعيونه خضر، لأن هو راح يمثل دور ابن الممثلة سمر محمد. غالب حاول ياخذ منه شيء، قال له صديقه أني أتصل ويا فارس طعمة وأرجع لك خبر. غالب أخذ رقم فاروق المخرج واتصل به وراح للاختبار، وهناك شاف كثير من الفنانين، وأول اختبار قال له فاروق انتظرني وأني أجيك. راح وظل قاعد من 10 لغاية ساعة 4 العصر على كرسي ينتظر فاروق، ويروح بس يشرب مي ويرجع. بقى المسجل الصوري محمد رحيم آخر واحد، فقال الغالب ترى أستاذ فاروق ما راح يجي. وبهالأثناء اتصل فاروق على محمد رحيم وقال له غالب إجا؟ قال له إيه. جاوبه خلي يروح وباكر يجي بالعشرة، وظلوا يختبرون به 3 شهور اختبارات الصبر والصدق والالتزام والأخلاق والتمثيل وغيرها، وفاز بالاختبار واختاروه هو يمثل دور مهيدي بعالم الست وهيبة، وشارك بالمسلسل، وكانت هاي أهم خطوة بحياته الفنية، وصاروا الناس يسموه مهيدي وين ما يتواجد، ويقول هذا الدور خلاني أكون حذر باختياراتي بعدها. غالب جواد يحب كرة القدم ويحب نادي ريال مدريد ويحترم برشلونة، وكان يلعب بنادي الزوراء العراقي، بس وقتها فصلوه بسبب دخوله المعهد الفنون الجميلة، وكان لازم ياخذ قرار بين كرة القدم أو المعهد، وترك كرة القدم. هو يعتبر ملهم الأول الفنان سامي عبد الحميد. من المواقف اللي صارت معاه مرة بسنة 93، كان راجع هو وصديقة من المعهد بتاكسي، وصلوا فلكة ساحة النسور، بوقتها كانت الوزارات والحمايات يفوتون من هاي الساحة. سائق التاكسي رجال بسيط، شافوه الحمايات وقالوا له اطبق على صفحة. السائق ما قدر يطبق لأن السيارة فجأة عطلت ووقفت، وبهالأثناء ما شافوا إلا أسلحة موجهة عليهم. وقتها غالب وصديقة تشاهدوا وإجوا واستفسروا منهم وقالوا لهم انزلوا وروحوا ولا تلتفتون وراكم. غالب جواد تزوج بالثلاثينيات من عمره، راح لبريطانيا وتزوج وحدة عراقية هناك، وأنجب بنت وحدة اسمها صوفيا. ومن وجهة نظر غالب الفنان ملك الجمهور ولازم يخلف فقط طفل. موقف آخر قال عنه اتفاجأت واندهلت وحتى انصعقت بسبب أحد أصدقاء المقربين وهو من خارج الوسط الفني. غالب يعامله بحب وعفوية، بس هذا الصديق صدمه بمواقف سواها وياه وقال أصعب ما بالوجود تكتشف اللي كان معاك صديق مو صديقك، لأن الصديق لا يوصف، وهذا الصديق حذف من حياته بطريقة مؤدبة وأخلاقية. غالب تأثر بوفاة أمه بسبب كورونا، ويذكر جملة دائما هي كانت تقولها إله، راح تجي وتوقف على قبري وتقول لي تعالي شوفي إيش صار. هو أيضا انصاب بمرض كورونا ببريطانيا، وكانت حالته كلش خطرة ووصل للموت،
بس قدر يتعالج منها بابتعاده عن الغذاء وأشياء كثيرة مضرة إله. هو قريب من صلاته ويدعو ويحمد رب العالمين دائما ويقول هذا المرض مصنع. قال عن عائلته وأهله: عائلتي كل شيء هي الروح والعقل، ويحب بنته ومن يرجع من الشغل يدرسها ويسوي لها الأكل اللي تريده، وهو طبعا يتفنن بالأكل ويحب الأسماك وكل شيء بالبحر ويحب السباحة جدا. غادر غالب جواد العراق سنة 2001 وتوجه لبريطانيا، ورجع للعراق سنة 2012، وبنفس السنة غادر العراق ورجع مرة ثانية بال 2019 لبغداد، وبقى يتنقل بين العراق وبريطانيا بين فترة وفترة. من أعماله بالمسلسلات الكاسر، عالم الست وهيبة، سارة خاتون، عشاق، شمس الصباح، طائر الجنوب وغيرها، وشارك في فيلم جميلة سنة 2005، وقدم برنامج بسنة 2022 اسمه الكاش كاشك. هاي كانت بعض المحطات بحياة الفنان غالب جواد، واللي عنده معلومات أكثر ياريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سمراء الفضائية، ولا تنسون تتابعونا على الفيسبوك واليوتيوب، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.